فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من فوكس. موضوعنا لليوم باش يكون المزيج اللي يجمع زوز فيروسات واللي يطلق عليه مصطلح فلورونا. قعدت مستويات الجريب منخفضة على المستوى العالم منذ بداية الوباء بسبب نقص الاختلاط الاجتماعي، لكن شتى هذا مع عودة الحياة لطبيعتها في العديد من البلدان خلال الأشهر الباردة أصبح فما احتمال أكبر أنه تكون الإصابات بالجريب أعلى، ويقترن ذلك بالانتشار السريع لمتحور أوميكرون حول العالم. ورغم أنه أكثر اعتدال ويمكن تغلب عليه بواسطة اللقاحات، إلا أنه يعني من المحتمل ظهور المزيد من حالات العدوى المزدوجة زادة. وبطبيعة الحال أثار ذلك القلق خلال الأشهر متاع الشتاء في بلدان أخرين مع ارتفاع حالات الإصابة بالجريب. ومصطلح فلورونا ما هو إلا تعبير على الإصابة المزدوجة بزوز فيروسات اللي هما الإنفلونزا وإلا ما يعرف بالجريب وكورونا، أي إنهم الزوز يصيبوا المريض في الوقت نفسه، وما تعتبرش الحالة هذه الأولى اللي تترافق بها الإصابة بكورونا مع إصابة أخرى سواء فيروسية ولا جرثومية ولا فطرية، والفطر الأسود أكبر مثال. لكن اللي يثير القلق هو تشابه الفيروسين في إصابتهم، ورغم أنه احتمال الإصابة بزوز فيروسات مش مرتفع، إلا أنه التخوف من الإصابة المزدوجة يزداد عند المرضى اللي يعانيوا من اضطرابات نقص المناعة واللي حالتهم الصحية متدهورة. وما زالت الدراسات مستمرة حول مدى خطورتها على بقية الفئات. أعراض فلورونا. تتمثل أعراض الإصابة بفلورونا بأعراض تنفسية بشكل أساسي كما الكحة وجيع الحلق وفقدان حاستي التذوق والشم وجيع الرأس وارتفاع الحرارة وفقدان الشهية وضيق في النفس مع وجيع في الصدر. وتختلف الأعراض من مريض الآخر حسب الحالة الصحية للمريض ومقدار تعرضه للفيروسين، وتنجم تتراوح بين أعراض الجريب وتوصل حتى للوفاة. طريقة الإصابة بفلورونا هي ذاتها بالنسبة للإصابة بكورونا ولا الجريب، حيث ينتشر الفيروسين وقت تخرج جزيئات الهباء الجوي الملوثة بهم، والهباء الجوي هو القطرات الصغيرة اللي تخرج وقت الكلام ولا الكحة ولا العطسان واللي تقعد في الهواء لبعض الوقت. وقد تحتوي القطرات هذه على جزيئات الفيروس، هذاك علاش من أهم سبل الوقاية من الإصابة هي الحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والالتزام بغسل اليدين كل ما سمحت لنا الفرصة، وإلا بالطبيعة استعمال الجل المطهر. بالنسبة لتشخيص حالات فلورونا، من الصعيب توا تشخيصها بشكل سريري بالاعتماد على الأعراض كونها غير نوعية، ويتم ذلك عبر اختبارات خاصة بالمادة الوراثية للفيروس. علاج فلورونا. لحد الآن ما تماش بروتوكول موحد حولها، لكن تتعلق زادة بحال المريض الصحية ودرجة إصابته وخطورتها، ويتم باتباع بروتوكولات علاج كورونا التقليدية بشكل أساسي. وختاما لازمنا ندركوا أن قلق العالم المتواصل حول وباء كورونا نابع من الحرص العالمي على ضبط تحورات الفيروس والحد من انتشاره قدر الإمكان، وهذا ما يعنيش بالضرورة أنه كل تحديث حول تطورات الحالة الوبائية وسبل مجابهتها هو أمر مثير للخوف، وإنما هو مدعاة للمزيد من الحرص على قوانين السلامة والوقاية بشدة أكبر. وحالة فلورونا ماهيش جديدة، خاطر تحدثت تقارير في السابق على العدوى الثنائية في عام 2020، لكنها ظهرت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ومع رفع القيود السابقة لمواجهة الوباء وحلول الشتاء اللي تكثر فيه في العادة الإصابات بالجريب ولا نزلات البرد الحاد. ويقول خبراء صحيون أنه احتمال الإصابة بالفيروسين منخفض للغاية، لكنهم يحذروا من التداعيات في حال الإصابة بهم على خطرهم يضعفوا النظام المناعي. وتبقى أهم حاجة للوقاية هي تلقي اللقاحات اللازمة. وهذه كانت حلقتنا لليوم من فوكس، نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة. كنت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.